استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا هدية من الصين إلى مصر. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تبدأ اليوم في استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021. تصاعد الاحتجاجات في لبنان رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الشاملة على شاشة قناة النيل. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تفقده أعمالا إنشائية خاصة بتطوير شبكة طرق ومحاور القاهرة على أن هذه الأعمال الإنشائية تهدف لتسهيل حركة مرور ملايين المصريين. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية للأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شينزو آبي الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة حتى العاصمة الإدارية الجديدة. وقد اطلع سيادته على مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل من طريق وخدمات شاملة. الطريق ده هيخدم كل اللي قادم من جنوب القاهرة من المعادي، من منطقة المعادي وطريق الشهيد، هيوصلوا على طول على طريق السويس بدون المرور بطريق الدائري، فهيعمل تخفيف الكثافات المرورية على طريق الدائري وعلى المنطقة بتاع طريق السويس. في يا فندم امتداد محور شينزو آبي ب4 كيلو من أول المحور، من أول هنا كده فندم لغايه طريق الدايري، وربط الكوبري من على الدايري واربع وخمس انفاق لربط المناطق الاراضي بتاعتنا. تم التنسيق يا فندم مع جميع مرافق الدوله ومنها الكهرباء. الضغط العالي اللي كان ماشي هنا يا فندم تم تحويله كله ارض وتم دفع الكهرباء فيه. تم التنسيق مع جميع مرافق الدوله المحافظه، وتم التنسيق مع الكهرباء والصرف الصحي، وتم تغيير واعاده كل المرافق وتجديدها. في يا فندم عندنا محور بيعدي اللي هو الكوبري بطول كيلو 600 معدي من منطقة الأمل، من مدينة الأمل، وتم إزالة التعديات كلها يا فندم وجاري الأعمال في الكوبري. طيب انتوا الكوبري ده كيلو 600 سايبين تحته محور سايبين يا فندم تحته محور لمدينة الأمل لمدينة الأمل هو يا فندم سايبين محور جنبه، وهيبدأ ده شارع الأمل اللي هو اللي كان سابقا شارع الورشة، وابتدأنا فيه تطوير فعلي وتم الربط بين المحور ده بين المحور الارضي السطحي وجميع المناطق الداخليه، وتم التنسيق على جميع تغيير جميع المرافق لتجديد كل المرافق اللي هنا بين صرف صحي وميه. طيب انا بس بتكلم على مدينه الامل تحديدا وامتداد شينزو آبي اللي هو يبقى انت عملت كده محورين جوه. محورين جوه فندم. طيب كنت انا قلت ان انتم مع الناس اللي موجودين في مدينه الامل ومع المحافظة نشوف ازاي نوسع او نخلق محورين ثلاثة كمان جوه المدينة عشان نوسع على الناس ونخليها جاري التنسيق يا فندم باذن الله تفتح الشوارع ويفتح الاسعاف والمرور وكل حاجة تخش جوه. طيب المحور المساق ده تمام يا فندم، الكباري خلصت كلها ولا الكوبري ده يا فندم يوم الثلاث باذن الله هنركب اسفلت وهيبقى هو ده اخر كوبري باذن الله. يعني اذا المحور كله باذن الله خلص من اول فردوس مش كده؟ من اول محور فردوس لغايه الدايره يا فندم لغايه باذن الله واحد. ده تم التطبيق. الفردوس جاي من البعوث الاسلاميه. طب فاضل له قد ايه؟ هو احنا دلوقتي امتداد الفردوس يا فندم بنعمل فيها احلالات عشان في مواد عضويه بنعمل فيها احلالات هتخلص خلال الاسبوع ده، وهنخلص ونبدا بقى الاعمال الانشائيه. يعني لسه شويه لسه شويه باذن الله. كنت اتمنى قبل رمضان نكون مخلصين هنا باذن الله يا فندم قبل رمضان
باذن الله واحد فندم هنوعد سيادتك ان احنا المحور ده نكون كله مفتوح مع المحاور العرضيه بتاعته. طب والكوبري ال 1600 ده؟ هل نقدر نخلصه قبل ربنا؟ احنا يا فندم احنا الحمد لله خلصنا ثلاث كباري على المحور يا فندم. بالنسبه يا فندم للكوبري اللي بيعبر مدينه الامل نتيجه عمل الازاله وجدنا مرافق كثيره جدا يا فندم متهالكه، وطبقا لتعليمات سيادتك احنا بيتم دلوقتي تنسيق لاحلال وتجديد المرافق دي وضروره احلالها وتجديدها يا فندم علشان اخلق طريق سطحي لخدمه سكان مدينه الامل. فجاري بس يا فندم اعمال التنسيق وهنبدا ان شاء الله يا فندم اعمال. يعني احنا عايزين نقول للناس احنا بنعمل بالظبط مش كده؟ تمام. طيب انا بقول لكل شرق القاهره، كل سكان شرق القاهره والناس اللي متحركه من وسط القاهره لغايه شرق القاهره، راحه التجمع، راحه السويس، راحه الاسماعيليه، احنا خلقنا محاول قصينا تماما حجم الكثافه بتاعت العربيات في عده نقاط. تمام. انت النهارده هنا بتتكلم عن المحور بعدي خلاص بقى ده الدايره مش الدايره خلاص ده ماشي زي الفل وبنوسعه. تمام. وبعدين جينا النهارده بنتكلم على محاور بقى دخلنا عليه بشكل مستريح اكتر من الاول زي المساق على سبيل المثال، زي طريق السويس على سبيل المثال، ثم من جوه بقى الكتله السكانيه اللي موجوده في شارع القاهره سواء كانت في مدينة مصر الجديدة أو مدينة مصر أو بوستورن أو كلام ده، عملنا محاور وكباري تخفف الحركة بما فيه حتى المنطقة بتاعت البواسي الإسلامية اللي هو الفردوس اللي هو امتداد محور المساق. بالظبط. طب إيه تاني؟ في يا فندم الكوبري اللي هو الكوبري سبيل المؤمنين اللي أنت سيادتك اللي هو اللي قدامنا ده إحنا ركبناه أسفلت في الاتجاه اللي نازل على جامع مدينة نصر، ركبناه في الاتجاه الثاني رابطه باذن الله هنفتح له المرور وبكره هنركب الاتجاه الثاني. المنطقه دي مش هيبقى فيه باذن الله تكدسات مروريه في المنطقه دي خالص، ونبدا نربط بقى بعد كده احنا بدينا الرابطه اهو هنبدا نربط من تحت كوبري عشان نعدي المحور بقى خالص سطح باذن الله. طيب شكرين. كما تفقد السيد الرئيس كذلك أعمال التجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر. السلام عليكم. السلام عليكم. سيادتك ان شاء الله نمثل بيك اركان عملنا فيها كده برضه عملنا الرواد اللي الحديقه النهارده واول يوم يجوا اللي هو المواطنين سعادتك عاودين الحديقه اول مره يجي عملنا حاجات كافيهات سريعه كده حضرتك بحيث يبقى يعني مشروبات برضه باسعارها يعني ماشي بحيث تبقى سريعه موجوده. طيب انا دلوقتي كنت معدي على المحور بتاع اللي هو شنزة ابي ده ايوه مكان وعديت على مدينه الامل. تمام. ايوه شارع الورشه ده مجرد ما اتعمل سيادتك هناك عمل انفراجه كبيره جدا جوه. بس يعني. انا عديت على لسه ما سافرتش لسه يا فندم لانه في جزء لسه قدام كده باقي هيتفتح بحيث انه الشارع كله يتعمل. النقطه الثانيه هنا في مدينه نصر. تمام. في اسواق كتير. ايوه فندم. خلاص دورين. ايوه فندم. ارضي بالكتير ارضي وساعات الاقي دورين ارضي وفوق منه. تمام يا ما تنتقوا عدد من الاسواق اللي هي ارضي مثلا هما دايما يكون عاملين باركنج قدامها مش كده؟ تمام. طيب منشيل ده ونعمل دور ولا اتنين جراج تحت حاضر. الارض ونعمل لهم دورين كمان بحيث ان احنا نوسع على الناس. حاضر. الحاجه الثانيه لو اراضي فاضيه قولوا لنا عشان نخش نعمل لها نعمل اسواق ونعمل جراشات لهم يعني. حاضر مش كده؟ حاضر. طيب المدينة اللي اسمها الحديقة الثانية خلاص ولا لسه؟ الحديقة الدولية شغالين فيها ساعات. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وقد التقى بإحدى السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها بالحديقة حيث استمع سيادته لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها. احنا ما بنشوفش أحسن الرؤية تعبانين والله. قانون الأحوال الشخصية احنا حريصين على انه يطلع متوازن. متوازن يعني ايه؟ يعني يوفر توازن بين كل الاعتبارات بين الام وبين الاهل. الحوار المجتمعي هنوسعه اكتر من كده واحنا هنبقى حريصين على ان القانون يخرج بشكل يحقق لكل المستفيدين منه. لا يا فندم احنا مالناش غيرك والله العظيم. لا يا فندم وعلى طول دعم لحضرتك وعلى طول خير. والله شك. العظيم شك. لان حبيبنا كتر خير. حبيبنا والله شك كتر خيرك يا فندم. شكرا. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم.
تشهد عدد من قرى محافظة الأقصر تطويرا شاملا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تشمل المبادرة تطوير 34 قرية بالمحافظة بهدف تقديم أفضل مستوى للخدمات الأسرية الأولى بالرعاية. ينضم إلينا من مركز أرمنت بمحافظة الأقصر عبر الهاتف مراسل أنيل أحمد سعد الدين. أحمد، يعني صف لنا هذه الخطة للتطوير الشامل لقرى هذه المحافظة. تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. طبعا إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد تشهد محافظة الأقصر تنمية شاملة في كافة القطاعات، خاصة مع توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الريف القصري وانطلاق العديد من المبادرات الرئاسية ومبادرة حياة كريمة في مرحلتها الثانية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية. يعني محافظة الأقصر تشهد تطوير حوالي 34 قرية بمركزي أرمنت وإثنى لخدمة حوالي 600 ألف مواطن في هذه القرى والمراكز المختلفة. العديد من المشروعات التنمية المختلفة اللي بتشهدها محافظة الأقصر، يعني هناك مشروع لتنمية لتنفيذ خطوط طرد صرف صحي في قريتي الريينة والرزيقات، وتنفيذ محطة صرف صحي لقرية المحاميد، وتطوير الكورنيش، وتوصيل الغاز والكهرباء والصرف الصحي، وإنشاء العديد من المدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد، وتطوير الوحدات المحلية. هذا عن التطوير بالنسبة للبنية التحتية في مراكز وقرى الأقصر. أما بالنسبة لتطوير الأسر الريفية البسيطة، فهناك تنمية شاملة للأسر البسيطة في القرى الفقيرة ضمن هذه المبادرة. يعني من خلال هذه المشاريع، تنمية الأسر الأولى بالرعاية، تنمية الطفولة المبكرة، رعاية الأم المعيلة، وكذلك المحاولة لتمكين الأسر اقتصاديا. إذن هي تنمية شاملة في كافة الاتجاهات لتنمية الريف وقرى محافظات جمهورية مصر ضمن هذه المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري. أشكرك شكرا جزيلا أحمد سعد الدين مراسل النيل من قرية من مركز أرمنت عفوا بمحافظة الأقصر. أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن هذه الشحنة هي هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى مصر في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين وتعزيزا للتعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا. أضاف مجاهد أن هذه الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم بالأمس الجمعة تسجيل 645 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة ل 40 حالة وفاة. وقال الدكتور خالد مجاهد إن الأمس أيضا شهد خروج 433 متعافيا من فيروس كورونا، وذلك بعد تمام شفائهم، ويرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149,256 حالة.
ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد المنيسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد. دكتور محمد، استقبال 300 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا من الصين كهدية طبعا، كيف ترى هذه الجهود وكيف سيسهم ذلك أيضا في الحد من انتشار الفيروس هنا في مصر؟ الفيروس لا يمكن القضاء عليه في أي منطقة من دول العالم إلا أو في العالم بشكل أجمع إلا بالتطعيم. تطعيم 70% من سكان الكرة الأرضية يستطيع أن يجعل الفيروس نسيا منسيا. التطعيم هي اللي قضى على الجدري، هو اللي قضى على شلل الأطفال، هو اللي يعني حجم أو قضى على الحصبة. إذن التطعيمات مهمة، والتعاون بين الدول ده شيء ضروري، يعني ده جزء من لأن دي مشكلة عالمية تخص العالم كله تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. فالتطعيمات ضرورة، ومصر لها وجود الحقيقة في الساحة الدولية وفي البحث العلمي، كان لنا إجراءات طويلة جدا وباع طويل في هذا الأمر. وطبعا إحنا شاركنا بالخبرة في التعامل مع الصين في فترة سابقة. فيعني لنا دور حقيقي في هذا الدور. طيب دكتور محمد، ما أثير حول الأثار الجانبية لعقار أسترازينيكا ثم العودة للحديث حتى من جانب منظمة الصحة العالمية عن أنه مميزاته أكثر بكثير من أضرار وعودة الدول للتطعيم به من جديد؟ يعني هل ترى أن اللقاحات عموما تسير على الطريق الصحيح من الناحية الطبية؟ أي لقاح لكي يجاز في الدنيا لابد أن يكون أمانه 100% وفعاليته أكثر من 50%. لقاح أسترازينيكا مر بتجارب، يعني بالبحث العلمي وبالتجارب على الحيوان ثم الإنسان، وهو يستخدم نوع من الفيروسات اسمها فيكتور فيروس، اللي هو الأدينو فيروس. ده بيبقى بيستخدم بعض المركبات المرتبطة، ده فيروس الإنسان بيصاب بيه، لكن هو بيستخدم مكونات فيروس كورونا عشان الجسم ينتج ضدها مناعة. وهو بيستخدم أيضا في كثير من الفيروسات، وهو تكنولوجي قديم وليس تكنولوجي جديد. ويستخدم أيضا في سبوتنيك الروسي، بس الروسي بيستخدم أدينو فيروس 5 و25، ده بيستخدم الأدينو فيروس 5، فهو آمن ولا يوجد به أي مشكلة، ولكنه كثير ما يصار يعني أشياء كثيرة في هذا الأمر. في النهاية اللقاحات كلها آمنة، ولا يمكن أن تظهر للنور إلا إذا مرت بهذه التجارب. وكثير من اللقاحات يعني فشلت في الماضي ولا نسمع عنها في بدايات كورونا، لأنها لم تجاز أو لم يعني تعبر يعني اختبارات السلامة. هذا اللقاح عدى مراحل السلامة في البداية، وعشان كده احنا سمعنا عنه. ونؤكد أنه سليم ولا يوجد به مشكلة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد المنيسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد. تضرب القارة الأوروبية أو القارة الأوروبية عفوا موجة ثالثة من وباء كوفيد-19، ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الفيروس، كما حذت بلجيكا حذو فرنسا في تجديد الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب موجة ثالثة من التفشي والمحافظة على الخطط الرامية لفتح الاقتصاد في مايو القادم. موجة ثالثة من وباء كوفيد-19 تعصف بالقارة العجوز أوروبا، حيث تسجل الدول التي تعثرت فيها حملات تطعيم ارتفاعات حادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا. عوامل كثيرة أبرزها انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا كان لها عظيم الأثر في وصول معدل الإصابة بالوباء في الاتحاد الأوروبي لأعلى مستوى له منذ بداية شهر فبراير الماضي. العديد من الدول الأوروبية اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس، منها فرض إجراءات إغلاق جديدة صارمة. فرنسا أعلنت فرض إجراءات للعزل العام في العاصمة باريس وعدة مناطق أخرى لمدة شهر، واتخذت قيودا أشد صرامة بعد تصاعد واضح في وتيرة انتشار المرض لما تشهده البلاد من تفشي موجة ثالثة من الوباء. وحذت بلجيكا حذو فرنسا في تجديد الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لتجنب موجة ثالثة من التفشي والمحافظة على الخطط الرامية لفتح الاقتصاد في مايو المقبل. الحال ذاته تعيشه ألمانيا التي سجلت خلال 24 ساعة أكثر من 17 ألف إصابة، تعيش في الموجة الثالثة للوباء
حيث تواجه ارتفاعا متسارعا في عدد الإصابات مرتبطا بشكل خاص بانتشار النسخة المتحورة البريطانية من الفيروس. إلى ذلك تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة الأوروبية حاجز المليون وأكثر من 37 مليون إصابة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول لتوسيع حملة التطعيم باللقاحات للتغلب على سلالات جديدة تنشر موجة ثالثة للعدوى قد تدفع المستشفيات مجددة إلى طاقاتها القصوى. قال تيدروس أدانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه ثبت علميا أن فوائد لقاح أسترازينيكا في مكافحة فيروس كورونا هي أكبر بكثير من أضراره. اللجنة خلصت إلى أن البيانات المتاحة لا تشير إلى أي زيادة إجمالية في حالات الإصابة بجلطات الدم بعد تناول لقاح أسترازينيكا، وسبب توصية اللجنة هو أن فوائد لقاح أسترازينيكا أكبر بكثير من مخاطره المحتملة مع قدرة كبيرة على الحيلولة دون الإصابة بالعدوى أو حدوث وفاة جراء كوفيد-19. لوح الاتحاد الأوروبي بتجميد صادرات لقاح أسترازينيكا إذا لم يتم إمداده به أولا. وتواجه مختبرات أسترازينيكا متاعب على الصعيد السياسي إذ يؤخذ عليها تأخير في تسليم اللقاحات المطلوبة، فبعدما وعدت العام الماضي بتسليم الاتحاد الأوروبي 360 مليون جرعة بحلول منتصف عام 2021 أقرت الأسبوع الماضي بأنها لن تتمكن من تسليم أكثر من 100 مليون جرعة. بعد توصية خبراء منظمة الصحة العالمية استأنفت دول أوروبية عدة التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بعدما علقت 15 دولة احترازيا استخدام اللقاح لتسجيل أعراض جانبية مثل تخثر الدم وجلطات دموية. خبراء منظمة الصحة العالمية أكدوا أن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا تفوق مخاطره بعدما راجعوا بيانات السلامة المرتبطة باحتمال تسببه بجلطات دموية. وبعد مراجعة بيانات التجارب السريرية والتقارير حول سلامة اللقاح استنادا إلى بيانات آتية من أوروبا وبريطانيا والهند وإلى قاعدة بيانات عالمية من منظمة الصحة، خلص الخبراء إلى أن البيانات المتوفرة لا توحي بزيادة مشاكل تخثر الدم بعد تلقي اللقاحات. وبعد طمأنة منظمة الصحة العالم بعدم خطورة اللقاح استأنفت ألمانيا وفرنسا على غرار إيطاليا وبلغاريا وسلوفينيا حملات التلقيح بلقاح أسترازينيكا، فيما تستعد دول أخرى الأسبوع الجاري من بينها إسبانيا والبرتغال وهولندا لاستئناف حملات التلقيح. في المقابل ستنتظر الدنمارك والنرويج والسويد إكمال تقييمها الخاص للقاح الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار بشأن استئناف استخدامه من عدمه، بينما قررت فنلندا التي لم تعلق حتى الآن استخدام لقاح أسترازينيكا قررت التوقف عن استخدامه كإجراء احترازي بعد حالتين مشتبه بأنهما جلطة دماغية. وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أكدت في وقت سابق أمان وفعالية اللقاح الذي طوره المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا، مشيرة في خلاصة علمية واضحة توصلت إليها إلى أن اللقاح غير مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات دموية. تستقبل اليوم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية طلبات الترشح للانتخابات التشريعية لعام 2021 وذلك لمدة 12 يوما تنتهي مساء الأربعاء الموافق 31 من مارس. تتسلم اللجنة طلبات الترشح في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة أو من المكاتب التابعة للمناطق الانتخابية في المحافظات، إضافة لتوفرها على موقع لجنة الانتخابات المركزية. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، كيف ترى هذه الخطوات يعني لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية يعني بعد كل هذا الوقت من الفراغ ربما الدستوري والتشريعي وإقبال أيضا المرشحين الفلسطينيين؟
تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أنا أعتقد طبعا أن أهمية الانتخابات تكمن من عدة محاور. العدل المحور الأول طبعا يرتبط به بأنها جاءت في توقيت أولا بعد جهود مصرية حثيثة لنوع من المصالحة الفلسطينية بين الإخوة الفلسطينيين، وأعتقد أن هذا يصب في مصلحة طبعا القضية الفلسطينية، وصب أيضا في مصلحة الصوت الفلسطيني الواحد. ده من جانب. من جانب آخر أعتقد أنه يأتي طبعا كما أشرت حضرتك لسد فراغ تشريعي استمر فترة طويلة. يعني كنا نتحدث عن مجلسين، كنا نتحدث عن ربما أكثر من برلمان موازي وبرلمان حقيقي. يعني أنا أعتقد أن كل هذه الرؤى أصبحت مختلفة بعد طبعا تقدم المرشحين لبأوراق ترشحهم، ومن ثم طبعا إجراء انتخابات تشريعية لتدشين برلمان فلسطيني يستطيع طبعا التعبير عن الصوت الفلسطيني وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني. طيب. طبعا المحور الآخر أعتقد أنه طبعا يأتي في ضوء الإدارة الأمريكية الجديدة، وطبعا الإدارة الأمريكية الجديدة تريد إحداث نوع من إعادة المفاوضات مرة أخرى بين الجانبين. أعتقد طبعا أنه عندما يكون هناك رؤية فلسطينية متكاملة أعتقد أنه بذلك يكون هناك الأرض ممهدة كما يقال. طيب ما الذي تراه من مدى الإجماع الفلسطيني كافة القوى والفصائل الدعم الشعبي لإجراء هذه الانتخابات؟ يعني هل تتخوف من أي عقبات من هذه الجهات التي تحدثنا عنها؟ يعني أنا لا أعتقد طبعا أن هناك تخوف، طالما أن الشعب الفلسطيني وطالما أن طبعا المرشحين كسر كما يقال فيما يتعلق بالتقدم فيما يتعلق بالترشيح. الخوف طبعا من بعض الفئات الغير مؤثرة على المشهد الفلسطيني أنها تؤثر بالسلب، سواء من خلال الإعلام، سواء من خلال إعاقة طبعا الذهاب والوصول للانتخابات، خاصة أنهم كانوا يتحدثون عن مسألة هل الانتخابات تتم بطريقة عادية في ظل أجواء كورونا، أم يتم طبعا عن طريق البريد أو عن طريق الانتخابات الإلكترونية وما إلى ذلك. كلها أمور ربما تحسن فيما بعد، لكن الخطوة الأهم هو إجراء الانتخابات الفعلية طبعا، ومن ثم طبعا تدشين برلمان فلسطيني يستطيع كما أشرت لحضرتك أن يقوم بدور التشريع ودور الرقابي، إضافة طبعا إلى إكمال أركان الدولة الفلسطينية سواء من الناحية التنفيذية أو من الناحية التشريعية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون على ضرورة وقف ما وصفها بالمضاربات المشبوهة على سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأمريكي عقب لقائه حاكم مصرف لبنان المركزي. كان سعر صرف الليرة اللبنانية قد شهد انهيارا كبيرا ومستمرا في مقابل الدولار في السوق السوداء في الأيام الماضية، حيث بلغ السعر حوالي 14,000 ليرة للدولار. وفي سياق متصل، شارك مواطنون لبنانيون في مسيرة بوسط العاصمة بيروت تطالب بسرعة تشكيل حكومة انتقالية ووضع خطة إنقاذ اقتصادية. نظم متظاهرون لبنانيون مسيرة احتجاجية حاشدة جابت عددا من الشوارع الرئيسية في العاصمة بيروت تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وطالبوا بتنظيم انتخابات نيابية مبكرة ورحيل الزعماء الحاليين، وطالبوا أيضا باستعادة الأموال المنهوبة أو المهربة وببناء شبكة أمان اجتماعي تؤمن العيش الكريم للبنانيين. مشاركون في هذه المسيرة الاحتجاجية أعربوا عن رفضهم تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة المقبلة، إذ يعتبرونه من ضمن المنظومة التي يصفونها بالفاسدة، ويرون أن المخرج الوحيد للأزمة هو الذهاب نحو نظام علماني. وحمل المتظاهرون شعارات منها لا لحكومة المحاصصات ونعم لحكومة انتقالية مستقلة. هنكمل بهدول الخطوات، نظرة نضغط قد ما فينا على هذه السلطة كرمال نقدر نشكل الحكومة الانتقالية اللي احنا عم نطلب فيها حاليا. كما نظمت تحركات احتجاجية ما بين وقفات ومسيرات في عدد آخر من المناطق والمدن اللبنانية الرئيسية، لا سيما مدينتي طرابلس شمالي البلاد وصيدا جنوبا، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. المظاهرة تأتي غدا اللقاء 17 الذي جمع الحريري المكلف برئاسة الحكومة مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، حيث لاحت في أفق المشهد اللبناني بوادر أمل في إمكان ولادة الحكومة قريبا، وارتفع منسوب التوقعات أن يشهد يوم الاثنين المقبل مفاجأة سارة في ضوء اللقاء 18 المرتقب بين عون والحريري على نية التأليف. لكن الأمال المعقودة على لقاء يوم الاثنين تلاشت أو كادت بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لا سيما دعوته إلى تشكيل حكومة ذات طابع سياسي. وترى مصادر لبنانية أن دعوة نصر الله إلى تشكيل حكومة تكنو-سياسية من الخبراء والسياسيين معا تفخيخ جديد لتأليف الحكومة، وتطيح بالأجواء الإيجابية التي تسربت عن اجتماع عون الحريري،
على نحو لا يمكن معه التنبؤ بموعد إنجاز الحكومة الجديدة. أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. من ناحية أخرى، قتل 30 من عناصر ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون خلال مواجهة عنيفة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية مدغل شمال محافظة مأرب غربي اليمن. وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من كسر هجوم شنته الميليشيا على مواقع عسكرية شرق محزام، حيث قتل وأصيب العديد من عناصر ميليشيا الحوثي. كما أيضا أسروا عدد منهم واستعادة السلاح المتنوع الذي كان بحوزة العناصر المهاجمة. أجرى زعماء الاتحاد الأوروبي جلسة مباحثات افتراضية مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بهدف إزالة التوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات الثنائية قبيل قمة مرتقبة للاتحاد في آخر شهر مارس الجاري ستناقش العلاقات المتوترة مع أنقرة. المفوضية الأوروبية شددت في بيان منفصل على أن الاتحاد الأوروبي خلال المباحثات أكد أهمية استمرار وقف التصعيد والانتهاكات التركية في المتوسط. بعد عام من تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، عقد الجانبان جلسة مباحثات افتراضية لبحث التوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات الثنائية المتأزمة. المفوضيات الأوروبية ذكرت في بيان منفصل أن الاتحاد الأوروبي أكد خلال المباحثات على أهمية استمرار وقف التصعيد والانتهاكات التركية في المتوسط كشرط لمواصلة تعزيز بناء الثقة. كما شددت رئيسة المفوضية خلال المباحثات على ضرورة توقف الأنشطة العدوانية للجانب التركي تجاه اليونان وقبرص أولا قبل وضع جدول أعمال أكثر إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الأمر الذي يسمح بإقامة علاقات هادئة مع التكتل. امتثال تركيا للدبلوماسية الدولية دفع الاتحاد الأوروبي إلى تجميد خطط وإجراءات عقابية كان مقررا أن يتخذه الاتحاد الأوروبي هذا الشهر ضد أنقرة بسبب أنشطتها البحرية التي استفزت دول إقليمية ودفعتها للتهديد بتحركات دفاعية للحفاظ على حقوقها في البحر المتوسط. المباحثات التركية الأوروبية جاءت بعد عودة أنقرة وأثينا إلى طاولة المفاوضات لبحث قضايا ترسيم الحدود البحرية وموارد الطاقة في البحر المتوسط كجلسة تحضيرية لاجتماع مرتقب بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة الشهر المقبل. المباحثات تطرقت أيضا لملف الهجرة الذي جددت فيه أنقرة طلبها بتحديث اتفاق الهجرة المبرم في 2016 والذي منعت تركيا بموجبه وصول المهاجرين إلى أوروبا مقابل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وفي مسعى لتخفيف التوتر الذي دام شهورا، عرض رئيس التركي مجددا مقترحا بعقد مؤتمر إقليمي لمنطقة شرق البحر المتوسط، وحاول جاهدا خلال المباحثات الثنائية رضع صدع في العلاقات مع أوروبا، وأبدى تفاؤله إزاء نتيجة قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 25 و26 من مارس، أملا في أن تمهد الطريق لنتائج ملموسة. متواصلون معكم وفي نشرتنا بعد أخبار الاقتصاد، أمطار غزيرة وسيول تجتاح الساحل الشرقي لأستراليا. نتحول الآن لمتابعة أخبار الاقتصاد مع زميلي حسام عاطف. لك حسام. أشكرك دينا، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية، أهم ما فيها. وزارة التخطيط تعلن التعاون مع شركة استشارات عالمية لتطوير سلاسل التوريد بالقطاع الزراعي. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعاونها مع شركة استشارات عالمية بشأن مشروع تطوير سلاسل التوريد، وذلك لدعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كوفيد-19. وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع الشركة على التركيز على القطاع الزراعي لكونه أحد القطاعات الانتاجية الهامة التي تركز عليها الدولة لزيادة انتاجيتها ونصيبها من الناتج المحلي، إضافة إلى الإمكانيات التصديرية الكبيرة للقطاع وأهميته في توفير فرص عمل.
أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت فتح باب التقدم بمستندات التعاقد كمهلة أخيرة للمتعاملين على الأراضي الملغي تخصيصها لشركة السادس من أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر. وأضاف الوزير أن المهلة تبدأ من غد الأحد وحتى الخميس الموافق 22 من إبريل المقبل، على أن تمنح هذه المهلة للذين لم أو تمنح للذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة. إلى أسواق الذهب المحلية، حيث ساهمت مبيعات هدايا عيد الأم الذي يحل غدا الأحد في انتعاش سوق الذهب في مصر. وأعلنت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية أن انخفاض سعر الذهب خلال الفترة الماضية ساهم في زيادة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية وزيادة المبيعات بنسبة 50% مقارنة مع الشهر الماضي. وأضافت الشعبة أن الصناع والتجار عملوا على إنتاج أوعية وأشكال بأوزان خفيفة تبدأ بوزن نصف جرام بمتوسط سعر 500 جنيه، كذلك تقديم أنواع من المشغولات بأوزان خفيفة وأشكال جاذبة لتلبية احتياجات كافة الطبقات. أما على صعيد أسواق المعادن النفيسة العالمية، فيمضي الذهب في مسار تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ يلقى الدعم من تراجع طفيف للدولار بالإضافة إلى عوائد الخزانة الأمريكية التي تراجعت أيضا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية ب3.1% ليصل إلى 1740 دولارا 99 سنتا للأوقية. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد هبط البلاديوم ب2.8% ليصل إلى 2608 دولارات وربع للأوقية. واستقرت الفضة عند 26 دولارا 5.6 للأوقية، كما هبط البلاتين ب9.1% إلى 1196 دولارا 69 سنتا للأوقية. ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية بنسبتي 30% و61% بالترتيب في أول شهرين من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. هذا واحتفظت السعودية بمركزها كأكبر مورد للنفط إلى الصين بإجمالي 15 مليون و6 من المئة من المليون طن في العام. وكانت الصين قد زادت من إجمالي واردات النفط الخام في الشهرين ب4.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 بدعم من الطلب القوي على الوقود وطاقة التكرير الموسعة بالصين. ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية. عودة للزميلة دينا إبراهيم، تفضلي دينا. أشكرك حسام. اجتاحت أمطار غزيرة الساحل الشرقي لأستراليا، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار العديد من أوامر الإجلاء وتوجيه دعوات للمواطنين في سيدني بالبقاء في منازلهم تفاديا للفيضانات التي قد تهدد حياتهم. أمطار غزيرة هطلت على الساحل الشرقي لأستراليا متسببة في سيول جارفة اقتلعت المنازل والأشجار وأغرقت الطرق وحاصرت البلدات وقطعت خطوط الكهرباء. تم إغلاق الطرق لمنع القيادة وسط السيول، فإذا كنت لا تعرف المنطقة فمن السهل أن تنجرف لجانب الطريق لأنك لا تعرف إذا كان سينحرف يمينا أو يسارا. في سيدني التي تعد أكبر مدن البلاد ناشدت السلطات المواطنين بالبقاء في منازلهم بعدما فاضت مياه أحد السدود الرئيسة وبينما تعرضت إحدى الضواحي الغربية لإعصار صغير. شهد معظم ساحل ولاية نيو ساوث ويلز والتي تضم نحو ثلث سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة وبالفعل هطول الأمطار قياسية خلال شهر مارس، كما حذرت السلطات من استمرار هطول الأمطار لعدة أيام على الأرجح. رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز حذرت جميع سكان الولاية بأنه لن يكون أسبوعا سهلا واحتمال لعدم توقف الأمطار ليومين متتاليين. على جانب آخر توقع مكتب الأرصاد الجوية هبوب رياح مدمرة تصل سرعتها لـ70 كيلو متر في الساعة. واستعدادا لمواجهة هذه الموجة من الطقس السيء أصدر مسؤول الولاية أوامر إخلاء لنحو 15 منطقة بعد تكبد جميع أنحاء الولاية أضرارا متزايدة واجتاحت المياه المنازل وأجبرت السكان على التحرك بزوارق صغيرة وسط الشوارع. اليونسكو تسجل طريقة صيد تونسية تقليدية تعرف باسم الشريفة في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.
سجلت منظمة اليونسكو طريقة صيد تونسية تقليدية تعرف باسم الشريفة في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية. أن ترث قطعة من الأرض فذاك أمر طبيعي معروف، أما أن ترث مساحة في البحر فذاك أمر عجيب حقا. في جزر قرقن التونسية يستخدم الصيادون تقنية تعرف هناك باسم الشرفية، وهو أسلوب صيد سلبي إنجاز التعبير. فهذا الأسلوب يعتمد على استخدام سعف النخيل المغروس في قاع البحر لإنشاء حاجز على شكل مثلث يسد مسار الأسماك التي يجرها المد والجزر ويوجهها إلى غرف الصيد وأخيرا إلى شبكة أو مصيدة. لا ورثة معناها بالرسوم، كل طاع بالرسوم، رسم ورثه على 100 سنة و200 سنة عن جد جده بالرسوم بالوعد. كل دار ومولها، وفما كما قلت لك أنا بدلت لو كما هذه شرفي، هذه بال متاع جدود، لو كما السيد هذا هو رئيس، هذا متاع جد جد ورثها على حنين ومتاع حمومة، لا في الدلالة لا داخل البلدية لا داخل الدلالة، مثلا أنا شرفتي أنا بالدلالة. الشرفية أسلوب صيد يعتمد عليه سكان المنطقة منذ مئات السنين، وهو مصدر الدخل الرئيس للجميع، ومؤخرا أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. مساحة الشرفية الواحدة تتطلب سعف 2000 إلى 4000 نخلة لبناء جدرانها وإنشاء حاجز مثلث. كما هو الحال على الأرض، يرث كل من سكان المدينة مساحة في البحر عن أسلافهم. ليس هذا فحسب، بل يتم تأجير بعض تلك المساحات كل عام في مزادات علنية. الشرفية تستخدم خلال فترة الخريف وشهر يونيو فقط للسماح بتكاثر الأسماك، ومن ثم فهي أسلوب صيد صديق للبيئة. زاد التشبث بالتراث وزادت الرغبة هذيك باش نحافظوا عليه، وخاصة باش نحافظوا على الاستمرار نتاعو، خاطر هذا النوع من التراث هو تراث حي، معناتها مرتبط بالإنسان، ومدامه هو موجود ويتمارس ما هو يتسمى تراث، خاطر إذا كان اندثر ما عادش حتى ما عادش يتسجل. يستخدم سكان الجزر أشجار النخيل المستورد من مدينة قابس جنوبي تونس لتطبيق هذه الطريقة، وتحاول السلطات التونسية استخدام تسجيل الشرفية على قائمة يونسكو لرفع الوعي بين التونسيين حول هذا التقليد وجذب السياح من جميع أنحاء العالم. وختاما لهذه النشرة نذكر بالأنباء. استقبال 300,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا هدية من الصين إلى مصر. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تبدأ اليوم في استقبال طلبات الترشح في الانتخابات التشريعية 2021. تصاعد الاحتجاجات في لبنان رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار غير مسبوق للعملة الوطنية. لمتابعة إخبارية أكثر زوروا موقعنا على شبكات الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.